مرقوف، الله يخليك، وين هالقهوة؟ ليش سعيد وين؟ ليش ترك؟ يعني ما عندك حدا يطلع الفنجان؟ طيب وبكرة وبعد بكرة وكل يوم؟ لا، لازم نقلهم نجيبوا حدا مطرحه. هلا أنا بنزل. لما تجي لاميا بنزل طلع الفنجانين فرد مرة. بونجور. اهلا مادموزيل لاميا هون؟ لا، بعد ما وصلت. يا حيب استراليا؟ نعم. سالنا اذا مادموزيل لاميا راحت على استراليا. ليش بدها تروح على استراليا؟ ما بعرف، ليش اولى؟ انت بتعرفي؟ شو؟ ليش راحت على استراليا؟ مين؟ مادموزيل لاميا. مين قال لك؟ انه شو؟ انه راحت على استراليا. ما حد. طيب كيف عم تسأل ليش راحت على استراليا؟ لأنه سألنا إذا راحت على استراليا. قلتي حضرتك ليش بدها تروح؟ فافترضت أنا لأنك أنت سألتي ليش بدها تروح على استراليا؟ إنه راحت على استراليا. فسألتي ليش راحت على استراليا؟ تحقيق صحفي؟ انه راحت على استراليا. ايه؟ الله معها، ان شاء الله بترجع بالسلامة تنسألها عن استاذ كمال. هذا بتعرفها منيح. لمين؟ لمادموزيل لاميا. ليش عم تضحك؟ لأنك فاهمة. كيف عرفتي اني بعرفها منيح؟ هيك ضربة شانس. لازم تلبسي برنايطة. نعم؟ منشان ضربة الشانس ما بتسوى، بتعمل ميجرام. منيحة هيدي. يا ريت تمام كانت هون تتأيدها. قلت لك ضربة شمس بدل ضربة شمس، يعني شمس وشمس. فهمت النكتة مادموزيل؟ ايه؟ مادموزيل شو حضرتك؟ سنة رجعوا يوما؟ عائلتكم؟ منيحة هيدي كمان. يخرب ذوقني، كيف فايضة معي اليوم. إذا بدك قبل ما تسألي بقول لك منين. منين شو؟ بصير بجيبهم. خلصت؟ شو؟ نكت. إنه انتبهتي. إذا بدك بخلص اخلص، بس أنا ما بخلص. مين حضرتك؟ أنا صابر. صابر؟ كان لازم أعرف، لاميا خبرتني عنك. إيه إيه، مادموزيل لاميا. الله يسهلها ويرجعها بالسلامة. خبرتك عني. ليش عم بتقول هيك؟ ما حضرتك قلتي إنها حكيتك عني. ليش عم بتقول الله يسهلها ويرجعها بالسلامة؟ ليش ما بتحبيها؟ بدك إياها تضل هونيك وما ترجع؟ وين؟ استراليا. لك لا، هلا انت ركبت براسك انه راحت على استراليا؟ انا قلت مش معقول، بس يلا معلش. ان شاء الله بترجع بالسلامه. تستوني سونيك في استاذ كمال. ما بتحس بالغربه. تفضل. مش معقول. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. شو بك؟ افتحي فوتي. لا بتكون حامل الشنط. يلا يلا.
صابي؟ وي سموا الحمد لله على السلامة. شو؟ لقيتك امرأة أوف على الدرج؟ ايه حملتني ألف نجيل. وين سعيد؟ ترك الشغل، قال صار له وظيفة أحسن. يعني كل يوم رح يصير هيك؟ فكانوا لقوا حدا. بونجور مدموزيل لامي. أهلا صابر. شو جيبك لهون؟ رحت لعندك على البيت، شفت الست خالتك، قالت لي إنك جيتي لهون. أمر، شو بتريد مني؟ سبقت. بدي يكون أخذت الطريق القصير مثل الديب بقصة شبرون روح. يعني لو المدموزيل سنة ختيارة كنت أكلتها. أمر صابر. مدموزيل لامي، أنت بتعرفي أنه أنا اشتغلت بالمستشفى وبطلت. نعم، بعدين اشتغلت بالليل بالمسرح وبطلت؟ لا بعدني، واشتغلت بالنهار عند حكيم السنين. بعدك؟ لا بطلت. قال شو؟ ما عاد بدي افتح تمي لأول مريض تيتفرج علي. بقى قال لي الحكيم يا صابر. قلت له شو؟ قال لي يلا صابر خلصني. مظبوط، كيف عرفت؟ قال لي يلا يا صابر خلصني، يا افتح تمك يا فل. قمت انا شو؟ فلي. خلاصة، شو بتريد مني؟ قلت أنا يا صابر لازم تشتغل بالنهار، ومين إلك يدبرك؟ قال لي مين؟ أنا. قال لي لمين؟ لإلي. شو بك؟ ما أنا قلت يا صابر لازم تشتغل بالنهار، إيه بقى أنا صابر قلت لإلي هاي. إيه أنا قال لي مين إلك يدبرك غير مدموزيل لمي؟ بقى جينا لهون واستقبلتنا المدموزيل وقالت لنا إنك بأستراليا. أنا؟ لا انت هون مدموزيل لاميا باستراليا. صابر احكي شو بدك. نشتغل. صابر انا موصفة هون، ما في شغل حدا. لاميا ايه ليش لا؟ شو؟ مثل ما كنت عم تقول. عرفت شو؟ لا بس ليش لا؟ رح احكي المدير بركي بتشتغل مع ام رؤوف. ايه بنشتغل. مين ام رؤوف؟ بالكافيتيريا بتساعدها، بتطلع طلبات على المكاتب، قهوه، عصير، شاي. ايه لحظه. قهوه، عصير، شاي. شو كمان؟ دغري بلشت بالشغل، لازم نحكي المدير بالاول. لا معلش انا ببلش. هيك بنحطهم تحت الامر الشو الواقع. لا يا مدموزيل مش دغري هيك. دغري انت الواقع، لازم بالاول اسالك وانكذب بعدين بتجاوبي. اوام عرفتي؟ طيب بسيطة صابر. كمان مرة ضربة شمس.